السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان ديالنا السائقين المبتدئين. غادي نعطي لكم واحد المارشي انا كما تشوفوا الإخوان في داك الكراج. راه هو اللي هي الإخوان تتشوفوا الإخوان تتسناو الطريق ديالنا غادي تخوا تنديروا السنيالات ديالنا أربعة لأن ما عندناش شي حل آخر راه ما عندناش. تسناو الطريق إخواننا وغادي نحاولوا غادي نمشيو مباشرة للكراج. تسناو الطريق شي شوية تخوا و غادي نمشيو ندخلو باش ندخلو بلاصتو تما ان شاء الله. حاولوا تركزوا معايا على البركه زعما انا بالعاني سنعطيكم هذه ديال الداخل باش نركزوا هاد الاخوان على البركه. حنا على البركه هو اللي عندنا به الغرض باش تعرف كيفاش الموكا كيفاش تمشي هي الطريقه اللي تتمشي بها الموكا. هانتوما الاخوان غادي نمشي مباشره للباب. هانتوما تتشوفوا الاخوان غنمشي مباشره للباب وغادي نعاود نجمع. هانتوما الاخوان ديالنا غادي نمشي مباشره للباب. هانتوما تتشوفوا هانتوما وغادي نوجدوا. دائما تنقول لك تتحاول توجد الموكا ديالك الاخوان. غنشوفوا نراقبوا مع الطريق ديالنا الاخوان. هانتا الطريق راه عامره ما عندنا الناس ما تترحمش باش تعرفوا واحد القضيه. بنادم راه ما تيرحمش باش ترجع لله. راه ما عندناش داك النظام ديال اوروبا اولا تقول حنا في واحد الدوله اللي زعما صراحه الله نقولوها نيجا ما تيرحمكش بتاتا ما يخليكش تدخل. انا نقول لك الا من رحم الله واحد النسبه قليله ديال الناس اللي راهم ما شاء الله عليهم. ولكن حنا تنديروا البوسيبيليتي ديالنا. انتم تتشوفوا الاخوان غادي نحاول نمشي لان قلب حسب دخلنا الموكا مجنبه حسب دخلنا الموكا مجنبه. انتم تتشوفوا الاخوان هنايا غادي نحاول نبراكي. انتم تتشوفوا غادي نعاود نبراكي وتنبراكي غير بشويه الاخوان ونرجوع بشويه نرجوع للخلف بشويه الطريقه بشويه. انتم تتشوفوا الاخوان احنايا هنا تنرجع عاوتاني تنحاول نرجع انا هنايا تنحاول نرجع بهذ الطريقه هذه الاخوان. انتم تتشوفوا وهنايا شوف اليمن عطيني اليمن 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 وري الاخوان باش يستافدوا معنا الاخوان. راه خصنا الاخوان يستافدوا عفوا من موكا فين غادا. دابا ما بقاش يبان لي هذا الشيء هذا تمدنا على اليمن دابا ها هي داخله من موكا. انتم تتشوفوا الاخوان هنايا غادي نمشيو بهذ الطريقه هذه هنايا غاديين تنطلقوا الرموكه ديالنا هنايا ها هي داخله. انتم تتشوفوا الاخوان الرموكه ديالنا احنا غادي ندخلوا صافي احنايا دخلنا. هذه هي الطريقه باش دخلنا الاخوان هي هذه وري الاخوان لهذا الشيء هذه هنايا انتم تتشوفوا. وهذه هي الطريقه الاخوان اللي خصنا ندخلوا بها الاخوان واللي المرايه الفوق وهذه الطريقه اللي خصنا ندخلوا بها. وانت شفتوا البركاج ديالي كيفاش داير. احنا دائما تنقولوها بركينا على اليمن تتمشي لنا الموكا اليسر بركينا على اليسر تتمشي لنا الموكا اليمن. ودائما تنحاول نتبع الموكا ديالي. واحنا دخلنا في هذا المكان واخا هو المكان ضيق ثم وري الاخوان يشوفوا الطريق كيفاش دايرين وتنحاولوا مع الناس المستعملين معنا الطريق. كاين الناس اللي تتساعد معنا وتتخلينا نبلاصيو وكاين الناس الله يهديهم ما عندي ما غادي نقول هذا هو اللي كاين. وتحياتي للاخوان وتبارك الله عليكم وما يحفظكم جميعا.